اهلا بحضراتكم من جديد. نبدا معاكم بقى بالتعرف على احوال الطقس. تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الخميس شبوره مائيه صباحا، طقس دافئ على القاهره والوجه البحري، رياح معتدله، شبوره مائيه صباحا ودافئ على السواحل الشماليه الغربيه، ومائل للدفء على السواحل الشرقيه ورياح معتدله، دافئ على جنوب سيناء ورياح معتدله. ده جو لطيف بالنسبه لنا، احنا في يعني قربنا على منتصف ديسمبر. بصي انا الدنيا حر بالنسبه لديسمبر. يعني ده اللي هنسال عنه، دافئ في ديسمبر دي حاجه لازم نسال عن ده الدكتور محمود شاهين مدير مركز تحليل والارصاد والتنبؤات الجويه والتحليل عن بعد. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك فندم، صباح الخير عليكم. صباح الخير يا دكتور محمود. كنا وصلنا للمطر يا دكتور وللجو البرد، يعني دخلنا في الشتاء في نص الخريف يعني. الان وقد اقتربنا من الشتاء، يعني الدنيا بترجع لورا. لا معلش، يعني ده فتره برضه في الخريف كده ما بين اعتدال في درجات حراره وعوده لانخفاض مره اخرى والتقلبات الجويه، فاحنا الحمد لله الاسبوع ده كان مستقر بشكل كبير. رائع. يعني معانا برضو الكلام ده بكره الجمعه ان شاء الله وبدايه السبت، ولكن الاسبوع القادم هيبقى في حاله من حالات عدم الاستقرار هتستمر معانا شويه، اعتبارا من يوم الاحد ممكن تستمر معانا لحتى نهايه الاسبوع. تستمر بقى حتى بدايه فصل الشتاء رسميا؟ لا يعني هو الاسبوع اللي جاي هو اللي فيه تقلبات جويه، احنا لسه طبعا الشتاء 21 ديسمبر، فخلال الاسبوع القادم في تقلبات جويه تمام ما بين ارتفاع في درجات الحراره مع بدايه الاسبوع واثاره للرمال والاتربه ثم انخفاض في درجات الحراره وسقوط امطار، يعني التقلبات الجويه بقى اللي احنا بنشهدها في حالات عدم الاستقرار هتبدا زي ما قلت لحضراتكم بارتفاع في درجات حراره واثاره نشاط رياح مثيره للاتربه ثم بعد ذلك انخفاض في درجات الحراره وسقوط امطار على المنطقه الشماليه كلها سواء كان سواحلنا الشماليه الوجه البحري القاهره، ممكن تمتد المناطق من شمال الصعيد. فطبعا ده زي ما احنا قلنا في خريطه الامطار او في اماكن، يعني بالنسبه لتوقعاتنا في السبع ايام او الست ايام اللي بنطلعهم كل يوم، ده اللي طلع في البيان بتاع امبارح، ولكن خلينا نستمتع بال 48 ساعه دول النهارده وبكره ما بين طقس مائل للدفء ودافئ خلال فترات النهار، ولكن فترات الليل الطقس بيكون بارد خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصبح بدري واحنا خارجين زي دلوقتي كده بيبقى في انخفاض في درجه الحراره ما بين 14 و15 درجه مئويه، فده يعتبر انخفاضات في درجات الحراره بتتطلب مننا استمرار ارتداء الملابس الشتويه وعدم تخفيف الملابس باي حال من الاحوال، سواء شعرنا بارتفاع درجات حراره وسط النهار او بدانا نقول ان الصيف بيرجع تاني ولا ايه، كل ده ما يخليناش نبدا نخفف. يعني لبس خريفي مع وجود جاكيت تقيل لفتره المساء. طبعا ده مهم جدا خلال الفتره دي لغايه استقرار الاحوال، او مش استقرار لان الشتاء برضه فصل تقلبات جويه، لغايه ثبات الاحوال ان ما فيش ارتفاعات تاني في درجات الحراره مع بدايه الشتاء ان شاء الله. تمام كده. طيب حضرتك ذكرت انه المنطقه الشماليه من مصر كلها هتتعرض للتقلبات الجويه، وقلت ان حضرتك ده يعني هيمتد للقاهره وربما بعض يعني مناطق الصعيد القريبة من وسط البلاد يعني، لكن أعتقد أنه بيكون في فرق كبير ما بين عدم الاستقرار في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وما بين مناطق وسط الجمهورية والجنوب، مش كده يا دكتور؟ أكيد طبعا، لأن المنخفض الجوي اللي هيسبب حالة عدم الاستقرار متمركز في البحر المتوسط، وطبعا المنطقة الساحلية هي المعنية أكثر بالتقلبات الجويه العنيفه خاصه لسبب اقترابها طبعا او تواجدها في منطقه الشماليه ومنطقه البحر المتوسط، فكل ده طبعا كل ما ابتعدنا عن مركز المنخفض كل ما الاجواء كانت اقل في الظواهر العنيفه من الاماكن المطله على البحر المتوسط. تمام، شرفتني يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك، بنصبح عليك مره ثانيه. دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجويه. نشوف بقى مع حضراتكم بيان تفصيلي بدرجات الحراره المتوقعه على جمهوريه مصر العربيه. يلا.